أكدت منظمة سام أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي حول محافظة تعز إلى سجن كبير، حيث تنتشر النقاط المسلحة على مداخل المدينة بصورة أثرت على حركة المدنيين من وإلى خارج المحافظة، كما أثرت تلك التعقيدات على عملية التنقل داخل المدينة وجعلتها أكثر كلفة وإرهاقا خاصة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت سام إلى أنه بحسب مسحها الميداني فإن تقديرات تكلفة التنقل في الطريق الالتوائية من وإلى المدينة أصبحت مرهقة وفوق قدرة المواطن الذي يفقد أيضا ما يقارب 500 ألف ساعة يقضيها في طرق التفافية للوصول إلى غايته. وأضافت المنظمة أن أبسط الطرق للوصول للمدينة بعد حصار الحوثي تستغرق أكثر من 6 ساعات، بعد أن كانت الرحلة من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان تستغرق حوالي 10 أو 15 دقيقة قبل 2015. وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي تحرم المواطنين في تعز من وصول البضائع واحتياجاتهم الأساسية، وتفرض قيودا مشددة على دخول وخروج البضائع، حيث تأثرت الحركة التجارية في تعز بسبب الحصار المفروض على المدينة، وتسببت في ارتفاع كبير للأسعار تجاوزت قدرة المدنيين الشرائية. أما على الصعيد الصحي فقد أظهرت التقارير الطبية المحلية وصول الأوضاع الصحية في المحافظة المنكوبة بالحرب وحصار الميليشيا الحوثية إلى درجة الانهيار، بالتوازي مع شح الإمكانيات والأدوية ونقص الأطباء ومغادرة بعضهم ورفض المشافي استقبال المرضى في ظل تفشي الأوبئة. وذكرت سام بأن مكتب الصحة في تعز يواجه تحديا في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية العاملة، حيث تسبب الحصار بإتلاف العديد من التجهيزات الطبية نظرا لعدم وجود قطع غيار فضلا عن شحة الإمكانيات. وأكدت منظمة سام على أن مدينة تعز تكبدت الكثير من الخسائر الاقتصادية المهولة، وهو ما أظهرته الأرقام المالية والإحصائية على مستوى الإيرادات أو الإنفاق الفردي على الصحة والتنقل، كما تحملت تعز العبء الأكبر من التكلفة البشرية لضحايا القصف العشوائي والقنص المتعمد والألغام الفردية التي زرعتها جماعة الحوثي.